بسم الله الرحمن الرحيم. Scanning Network Module 3 CH Version 7. طيب قبل ما ابدا، بس ان شاء الله يعني انا عاوز افكركم بحاجه. الناس اللي هتشوف السلايد الفيديوهات هتلاقي في بعض الحاجات عليها باسورد، هتلاقي بعض الحاجات عليها باسورد، يعني الباسورد هتبقى كده. يعني انا كنت بس ملفات مش هينفع ارفعها تاني عشان بس حته الباسورد، هقوله لكم دلوقتي ان شاء الله واللي يستخدمه. الباسورد هتبقى كده ان شاء الله، تمام. RESAL@ تمام. هو بس حوالي 3 ملفات او ملفين بس هما اللي عليهم الكلام ده كله، تمام. دي تاني يا جماعة، يبقى دي الباسورد للملفات الموجودة على الايه، على النت. طيب بسم الله، النهاردة عندنا السكانينج نتورك. هنشوف التايب اوف سكانينج، وهنشوف سكان لايف سيستم اند بورت، يعني نشوف ايه الحاجات اللي شغاله وايه اللي مش شغاله. مش فاهمين؟ هنعرف دلوقتي. في حاجه اسمها بينج سويب، في حاجه اسمها تي سي بي كوميونيكيشن فلاجز، في حاجه اسمها بانر جابينج، وفي حاجه اسمها لان سيرفي، وحاجه اسمها تور بروكسيز، وحاجه اسمها اي بي سبوفينج. طيب نقول بسم الله ونبدا. اول حاجه عندي النتورك سكانينج. النتورك سكانينج ليها انواع. قال لك انت ممكن تسكان على اي بي ادرس او بورت او بورت نمبر. ايه البورت نمبر؟ يعني بورت السويتش؟ لا مش بورت السويتش، تمام. بورت نمبر يعني بورت ده حاجه لوجيكال، يعني مش بورت السويتش نفسه. بورت ده حاجه لوجيكال زي ايه مثلا؟ زي يقول لك مثلا بروتوكول اتش تي تي بي. طب ده بيستخدم بورت معين او منفذ معين بيعديه، يعني طب ده هيعديني منين؟ هقول لك في حاجه اسمها فاير وول او جدران اي اي. ده بيعمل ايه وظيفته؟ ان هو بيمنع اي ترافيك او بيبدا يفلتر اي ترافيك. طب هيفلترها بايه؟ يا اما بالاي بي او بالبورت نمبر. فكل بروتوكول شغال عندك في النتورك ليه بورت نمبر خاص بيه. في حاجات فيكسد عندك 1024 بورت نمبر، دول محجوزين أو تقريبا 1025 1025 تقريبا. دول محدودين، دول حاجه فيكسد. يعني ايه؟ هتلاقي مثلا اتش تي تي بي واخد بورت 80 اللي هو هايبر تكست بتاع النت، يعني ده واخد بورت 80 فيكسد. مثلا حاجه اسمها البروكسي بياخد 80 80، تمام. دي حاجات ديفولت ستاندرد. في مثلا اف تي بي سيرفر، الاف تي بي بروتوكول، الفايل ترانسفير بروتوكول، ده بياخد 21. مثلا دي ان اس 53. عندي اس ام تي بي مثلا 25 كده، وهكذا. بوب 3 110 بتاع الميل والكلام ده، تمام. فده اسمه البورت. انا بشوف ايه البورت الاكتف. حاجه تانية بشوف الاوبريتنج سيستم. الاوبريتنج سيستم دوت اللي شغال قدامي ده اكس بي 7، ويندوز سيرفر 2003 2008، لينكس، يونكس، ابونتو، حاجه معينه. هو ايه عشان ابدا من خلالها؟ ابدا زي ما قلنا في الفود برينتنج المحاضره اللي فاتت، انا هبدا الم انفورميشن. وخلال عملت انفورميشن جاذرنج هبدا بقى هنا. ده كمان لو تفتكر قلت لك ده بقيه الفود برينتنج السكاننج. وبعد كده اشوف السيرفيس الرننج عند الهوست ده ايه، وانس ان في سيرفيس انا ممكن اهاك من خلالها، اوقف له سيرفيس معينه مثلا، وهكذا. طيب التايب اوف سكان، البورت سكاننج، اسكان على البورتات المفتوحه على الجهاز ده، تمام. الفانرابيلتيز سكاننج، اشوف ايه لو في ثغرات معينه على الجهاز، وده مش وقته اعتقد النهارده يعني، بس هنتكلم عنه شويه. النتورك سكاننج، اشوف مين الناس الاكتف على النتورك دي، الاي بي ادرس ايه، البورتات المفتوحه ايه على النتورك للناس، ايه السيرفيس اللي شغال على النتورك. طيب اول لاب عندي حاجه اسمها تشيكينج فور لايف سيستم. هستخدم حاجه اسمها اي سي ام بي سكان. ايه فكره الاي بي يعني ايه لايف سيستم؟ يعني عاوز اعرف مين هل الجهاز ده شغال معايا على النتورك ولا مش شغال، تمام. اعرفها ازاي؟ الموضوع بسيط جدا وكلنا يبقى عارفينه. يعني مثلا عندي جهاز سي اتش 1 ودي جهاز باك تراك هنتكلم فيه دلوقتي، وده سي اتش 2. انا في سي اتش 1 عاوز استخدم الاي سي ام بي ده، اقول له سي ام دي في بروتوكول اسمه بينج، واقول له المكنه اسمها سي اي اتش 2 مثلا. انا شفتها بالنيم. طب قبل ما جبتها انا عرفت منين ان هي كده؟ في عندي حاجه اسمها ممكن اقول له نت فيو، دي طريقة بدائية يعني عشان يقول لي مين معايا على النتورك. يقول لي والله انت سي اتش 1 الجهاز بتاعي وفي سي اتش 2، فانا خلاص عاوز اعرف الاي بي ادرس بتاع سي اتش 2. انا كده عرفت ان هو اصلا معايا يعني لايف. طب لو عملت بينج عليه سي اتش 2،
هيرد عليا بالاي بي ادرس بتاعه، تمام؟ ولو رد عليا اداني ريبلاي اذا الراجل ده موجود واخد اي بي ادرس 135. طب انا عايز اتاكد ان هو واخد الاي بي ادرس ده، مفيش مشكله تخش نتاكد ازاي. نيجي هنا اهو، تمام، مش محتاج ان انا اتشيك من هنا على هناك عشان اتاكد بدل ما هو عمل ريبلاي. فكره البنج ده ايه يا جماعه؟ بص معايا، بيبعت له ايكو ريكويست، اي سي ام بي ايكو ريكويست، يعني بيقول له عارف انت بينج يعني ايه بينج؟ عارف انت المضرب البينج بونج لما بضرب الكوره فبترد وتجيلي تاني؟ ده نفس الكونسيبت بتاعها، ان انا بضربك فانت بترد عليا اهو. ايكو ايه ريبلاي، يقوم ردد عليه هو تاني، خلاص انا عرفت ان الراجل ده اكتف معايا على النت، تمام. طيب طبعا في طرق كتيره جدا، في حاجه اسمها بينج سويب. سويب يعني ايه؟ يعني بدل ما اقعد اشوف جهاز جهاز، لا ده انا على طول بقى تولز معينه هتجيب لي كل الناس اللي فرنج اللي فرنج، يعني مثلا اقول له ايه من 192 168 دوت 1 دوت 1 لغايه 1254، شوف لي مين معايا في النتورك. فبالتالي لما يشوفهم هيقول لي بقى مين اكتف ومين مش اكتف ومين وهكذا. تعالى تيست، انا هنا جبت لك نيت فيو اهي، بس دي مش كافيه يعني، معلومات مش كافيه. في مثلا تولز عندنا اسمها انجو اي بي سكانر، طبعا في تولز كتير جدا من كده يعني، في ادفانس تولز من دي بيقعد يجيب لك النيم بقى وكل حاجه، بس احنا عايزين نعرف بس مين الموجود. قال له لو سمحت اسكان لي من 192 165 132 لغايه اقول مثلا لغايه 200 جنيه، لو اخليها مثلا 240، تمام، واقول له ستارت اي بي ادرس رينج ولا راندوم حاجه عشوائيه ولا اي بي ليست فايل، هتجيب لي في الليسته يعني. وده الهوست، الهوست نيم او اللوكال هوست الجهاز بتاعنا بالنت ماسك، ممكن تحدد نت ماسك معينه هو اتغير ب 24 يعني. هيبدا يشوف بقى مين الاكتف معايا واخد اي بي ادرس كام وكده، تمام. بيشك في اتنين هيبدا يجيبهم لي دلوقتي، هيقول لي اكتف ولا مش اكتف، وايه هم؟ ممكن يبقى اوت، فبالتالي مش عارف. اه والله في 132 ده اللي هو انا الجهاز اللي انا عليه. اه تمام، هو كده خلص عمل سكان. وفي 135 ده جهاز تاني اكتف معايا على النت، تمام. تولز بسيطه جدا قالت لي مين معايا على النت. طيب في عندي كمان حاجه اسمها 3 واي هاند تشيك. ايه 3 واي هاند تشيك دي؟ قال لك احنا عندنا فاكرين ال او اس اي لاير ايه هما؟ عندي لو قلناهم من تحت، بس خلينا نقولهم من فوق. عندي فوق الابلكيشن، صح؟ ايه هي الابلكيشن سريعا كده؟ الابلكيشن لاير دي اللي هي بتتعامل مع الانترفيس اوف يوزر، اللي هي بتتعامل في ايه بالظبط؟ يعني اليوزر ده لو هيبعت ميل مثلا يبقى هيستخدم ايه جي او اي معينه خاصه بالميل، تمام؟ فدي ده الجرافيكال بتاعته اللي هو بيشتغل فيها الابلكيشن، سواء بقى كوماند مش عارف ايه شيل مهما كانت، بس ده ايه الانترفيس بتاعه. بعد كده بننزل للبرزنتيشن، البرزنتيشن بتبقى تعمل ايه؟ ها لو في انكربشن بتبقى تحط الكيز والكلام ده، تمام، وبتحول بتكونفيرت الداتا الاكس ام ال لانجوج. اه بعد كده بننزل تحت بنلاقي حاجه اسمها السيشن، السيشن لاير بتعمل ايه دي؟ بتحط السيشن اي دي، ومسؤول عن ان هي تعمل مانج للسيشن وترمينيت ما بين الكلاينت والديستنيشن عشان لو السيشن اتقطعت ما يبعتش داتا، تمام. بعد كده بننزل بنلاقي ايه الترانسبورت لاير. اه هي دي بقى اللي انا عاوز اتكلم فيها. الترانسبورت لاير بتعمل او ديليفر اول داتا من سورس للديستنيشن. اه فبتستخدم بروتوكولز معينه. اه ايه هما؟ ها الستاندرد بتوعنا تي سي بي واليو دي بي، تمام. ايه بقى الفرق بين تي سي بي ويو دي بي؟ اللي هو تي سي بي ترانسفير كنترول بروتوكول، ترانسميشن كنترول بروتوكول، واليو دي بي يوزر داتاجرام بروتوكول. ايه الفرق ما بين الاثنين؟ والله هقول لك يعني باختصار كده، ناس تقول لك ايه اليو دي بي سريع والتي سي بي بطيء، طب ليه؟ ها ايه الحكمه من كده؟ اه قال لك عشان التي سي بي بيعمل حاجه اسمها 3 واي هاند تشيك. ايه الفكره منها يعني؟ ها اه ويقول لك وكمان اليو دي بي ده بنلعب بيه الصوت والصوت والفيديو والاوديو والكلام ده، وبتلاقي هو ده اللي بيتعامل معاه على اليوتيوب، تمام. طب التي سي بي ما بيتعاملش معاه ليه؟ على اليوتيوب مثلا حاجه زي كده. هقول لك حاجه، الثري واي هاند شيك لو فهمناها هنفهم ليه. الثري واي هاند شيك عندي هنا مثلا ده السورس وده الديستنيشن مثلا، خلاص. لو انا سي مثلا عاوز ابعت لك باكيت، عاوز ايه؟
ابعت لك باكيت، تعالى مثلا يعني احب افتح نوت باد احسن. تمام، سي مثلا انا معايا ملف اسمه اكس، اكس مثلا دوت ايه دوت دوك، ملف وورد. الملف ده مساحته 200 او مثلا خليه كام 20 ميجا. تمام، ديتيل زي لا في السند والريسيف والكلام ده، الداتا مش بتتبعت 20 ميجا على طول، لازم تتقسم، تعمل لها في ديفراجمنتيشن، تقسيم. ففي حاجه اسمها ويندوينج. ويندوينج دوت قال لك احنا هناخد ال 20 ميجا دول هنقسمهم ونحط لهم هيدر، خلاص. فقال لك الويندوينج والله يعني ال 20 ميجا دول يتقسموا مثلا كده على 10 ايه ويندوينج. يعني ايه 10 ويندوينج؟ ها يعني 10 باكيت رايح، كل باكيت هم يعني توتال ال 20 ميجا اللي هو ملف الدوك ده، الاكس دوت دوك ده كله هيتنقل على 10 مرات. ده يعني باختصار كده بسيط. فقال لك بقى ايه الراجل اللي هو السورس، انا بقى هنا السورس اهو، عاوز ابعت بقى معايا 10 ويندوينج اهو. فابدا الاول اقول له ايه، ها نتفق الاول على ان في انا هعمل معاك كونكشن، خلاص، وابدا اتكلم. فابدا اقول له ايه سيكونس 1، ايه سيكونس 1 اللي هي واحد من دول، خلاص. فالتاني يقوم ردد عليا يقول لي ايه بقى، بص بقى ده يرد عليا يقول لي تمام اك، يعني انا استقبلت 1، ويبعت له حاجه كمان يقول له بقى ابعت لي سيكونس ها 2. واضحه؟ يبعت لي ايه سيكونس 2. فده بقى خلاص كده، يبقى اول حاجه بعت، يبقى فاضل لي 9. فيقوم ده باعت له ايه، ها والله خد سيكونس 2 اهي. وما تنساش تبعت لي ايه اكنولج 2 على 2 دي. فيجي التاني يعمل ايه بقى، نفس الكلام. طب تخيل بقى ان الباكت دي وقعت، المفترض ده يرد عليه بيقول له، يقول له ايه سيكونس 3 اك 2، صح؟ فالباكت دي راحت حصل لها دروب ووقعت، اللي هي 2 دي اللي هي سيكونس 2. فيعمل ايه بقى، ها يقوم ده يبعت له نفس الباكت دي تاني، يقول له ابعت لي سيكونس 2 تاني وخد الاكنولج 1، انا لسه ما استلمتش منك حاجه تانية. تمام، طب لو الباكت ما بعتت غلط، لا مش هسيبك الا لما تبعتها صح عشان نكمل الويندوينج مع بعض. فده بتاخد وقت طويل جدا. فتخيل بقى انت مثلا بتتكلم في التليفون وفجاه بتقول لي ازيك يا باشمهندس، وحته باشمهندس دي انا ما سمعتهاش كويس، او الصوت حصل فيه حاجه معينه، ها، واحنا بنستخدم تي سي بي، عارف ايه اللي هيحصل؟ كلمه باشمهندس دي هتقعد تتعاد لغايه لما تطلع صح، ما هو تي سي بي. لكن عشان كده ممكن الصوت يبقى بايظ، فانت بتعديها او تقول ايه وتسمع تاني، صح كده؟ فده اليو دي بي. نفس الكلام ممكن تعمل بافرنج لفيديو على اليوتيوب، وبعد ما ينزل تلاقيه فيه كوربتد، فيه مشاكل، فتبدا تعمل ريفرش وتعمل له بافرنج وتنزله تاني عشان بيستخدم يو دي بي. طب سؤال، في حاجه اسمها دي ان اس، دومين نيم سيستم، ده بيستخدم يو دي بي وتي سي بي؟ ها سؤال، والله الدي ان اس اللي هو الدومين نيم سيستم اللي هو بيرزولف من نيم لاي بي ادرس وبيرسورس روكيت وبيعمل حاجات كتير جدا كده، بيستخدم الاثنين. طب امتى؟ لما يكون الدي ان اس سيرفر مع الكلاينت بيستخدم ايه؟ يو دي بي. ليه؟ عشان ساعات كتير يقول لك 80% من مشاكل النتورك دي ان اس. صح، معلومه صحيحه. ليه؟ عشان بيستخدم اليو دي بي. طب هو ليه ما يستخدمش تي سي بي عشان يحل الخلل ده؟ ما هو لو حل الخلل هيبقى بطيء جدا، هو مش بيكلم واحد، مش بيكلم كلاينت كلاينت، ده بيعمل اكتر من حاجه. تمام؟ فساعات ممكن تيجي تسال على الدي ان اس او تريزولف في حاجه ما تلاقيهوش، تيجي تسال تاني تلاقيه بقى موجود معاك زي الفل. فهي دي مشكله الايه؟ اليو دي بي، بس سريع يعني بستخدمه في السوق. الدي ان اس بقى يستخدم مع دي ان اس تاني حاجه اسمها زون ترانسفير. زون ترانسفير يعني عندي اتنين دي ان اس سيرفر، ده عنده داتا وده عنده داتا، الاتنين دول بيعملوا سنكرونايزيشن للداتا مع بعض. فلا ينفعش الداتا اللي هنا دي مهمه جدا واللي هنا مهمه جدا تقع، صح؟ فلازم ساعتها يستخدم ايه بقى، ها يستخدم تي سي بي. هيبقى بطيء شويه، بس طبعا ده يعني حاجه انتليجنت مهمه جدا. تمام، ده الثري واي هاند تشيك كمصطلح يعني. تمام، طيب عندي حاجه اسمها تي سي بي كوميونيكيشن فلاجز. قال لك انت يعني دي حته ادفانسد شويه، قال لك لما تيجي تبعت مسج
لما هتيجي تبعت انت مسج، تبعت باكت لحد بي تي سي بي، ممكن تبعت فلاكس اعلام معينه. يعني ايه؟ قال لك مثلا في حاجه اسمها سين، اختصار للسينكرونايزيشن. خلاص دي بعملها، اللي ممكن ابعت لحد اقول له ايه، انا عاوز انيشيت معاك الكونكشن، بس انا هرد عليه اقول له كده، بس انا عاوز انيشيت الكونكشن. فهو والله لو موجود اقول له سين، خلاص مع السلامه اهلا وسهلا. اكنولجمنت، ها اكنولجمنت دي احنا اتكلمنا عليها، ان انا بعت له باكت فبيبدا يقول لي ايه، اك انا استلمتها. طيب ايه بقى بوش دي او بي اس اتش؟ ها دي بتستخدمها لما تيجي تعمل بافر. يعني ايه بافر دي؟ لما تيجي تبعت داتا كبيره جدا، يعني اكنك بتستخدم تي سي بي اكنه يو دي بي كده. يعني اليو دي بي بيعمل حاجه اسمها بافر اوفر فلو او بافرنج فلو، بياخد الداتا كلها الويندوينج دي، يقوم باعت 1 2 3 4 لغايه لما يبعت ال 10 اللي احنا لسه كنا بنتكلم عليهم من الاول. فما ده لو في 2 وقعت 3 وقعت ملوش دعوه، بيبعت وخلاص. تمام. ريست دي معناها ايه؟ ان انا بعمل ريست للكونكشن، بعمل ريست سيتنج للكونكشن ما بيني وما بين السورس والديستنيشن. فينش، ده دي بقول له لو سمحت السيشن اتقطعت. شفت السيشن لير بتلعب على الحته دي، بتلعب على الحاجات دي كلها. بس دي بكلمك حته المانج والترمينيت والكلام ده. لو الترمينيت، لو السيشن حصل لها ترمينيشن، والله بيبعت حاجه اسمها فين مسج او فين ريكويست بي تي سي بي، يقوم قايل له ايه، يقول له ده السيشن حصل لها ترمينيشن، فانا ممكن اعمل حاجه زي دي من ضمن الهاكينج يعني. او ايه، في يو ار جي، ده معناه ان انا ببعت كل الباكتس اللي احنا شفناها دي كلها مع بعض. طب تعال نشوف برنامج زي كده بيعمل ايه. في برنامج اسمه كوموديا، ممكن اجي هنا في سند باك احط هنا السورس، انا مين، والديستنيشن الاي بي ادرس، والبورت نمبر اللي انا عاوز يعني ابعت له الباكت عليه، اقول له سند تي سي بي، ممكن يو دي بي على طول. بص يو دي بي باكت ما فيهاش اي حاجه، يعني اقول له مثلا سند. طب تعالى نحط له مثلا اي حد 100 مثلا، انا 132 مش شرط نحط له بورت، يعني هنجرب بس نفهمها ايه الكونسبت بتاعها. 135 تمام. اقول له سند تي سي بي باكيت، هي شايف الفلاكس بتاعتك اهي كلها. سيكونس عاوز قد ايه انت حد، والويندوينج شايف قد ايه، 1500. انت بتزود تقل اللي انت عاوزه. تمام. وفي الاخر بعد ما حد انت عاوز تبعت ايه للكلاينت دوت، شغل هاكينج وكده. اللي بيعيش في الدنيا دي قوي اللي هو الايه، الراجل اللي هو الداتا انالايزر. طيب تمام. طيب قال في تي سي بي، في تي سي بي في حاجه اسمها فولكون او فول اوبن سكان. يعني ايه فول اوبن سكان؟ يعني انا سورس وديستنيشن مثلا، او هاكر وتارجت او فيكتم، ان انا ببعت لك سينكرونايز الاول خلاص، فانت بتبدا تقول لي ايه سينكرونايزيشن اك، يعني انا استلمت السنكرونايز بتاعتك واك انا معاك في الخط. تمام. فانت تقوم عامل ايه، اك ريسيت، يعني انا خلاص استقبلت الاك بتاعتك خلاص وانا معاك على الخط اهو، بس هعمل ايه ريسيت. يبقى اذا انا عرفت في خلال الكونكشن دي ممكن يكون عملت عليك حاجه معينه، فخدت داتا، خدت حاجه كده يعني. تمام. او خدت انفورميشن، يعني مش خدت داتا، خدت انفورميشن عنك، بورت مثلا مفتوح عندك حاجه معينه، فانت ما حسيتش بحاجه. في حاجه تانية بقى اللي هي ايه، هاف اوبن سكان، نص سيشن. يعني ايه نص سيشن؟ ها والله ببعت سينكرونايز، فونس ان انا بعت سينكرونايز دي خلاص عرفت شويه معلومات، واقوم قايل لك بعت لك، اقوم عامل ايه، ها بص كده هنا اوضح، ابعت لك باكت، فتقوم انت بعت لي تقول لي انا عاوز اخد منك اياك عشان نبدا نتكلم، فاقوم قايل لك ريسيت، فانت من حيث تعرف عني انا مين، انا اللي عرفت عنك كل حاجه لان انت اللي بعت لي الاياك. انا لكن هنا الاثنين عرفوا معلومات عن بعض، لو الاثنين بيسكنوا على بعض ليه؟ عشان ده بعت له اكو وده بعت له اك، فاذا عارف عنه معلومات، يعني اللي زي اللي هي الاكو يعني خلاص. لكن ده بعت له اك فده عارف عنه معلومات، بس ده لسه ما يعرفش حاجه، فقال له يا ست اقفل معايا. تمام.
في حاجة اسمها ايدل سكان. ايه ايدل سكان ده؟ ها، ايدل سكان يعني انا قاعد كامل وبسكان. طب ازاي؟ قال لك والله انا عاوز اسكان على تارجت معين او على فيكتور معين، بس من غير ما يعرف ان انا اللي بسكان عليه. هتعمل ايه؟ والله يو انا الهاكر اهو، مش في حاجة اسمها تروجن هنتكلم عليها دي قدام صح؟ في حاجة اسمها زومبي. زومبي ده اللي هو الراجل اللي عليه التروجن، اللي عليه السيرفر بتاع التروجن، وانا بتحكم فيه، وانا ايه بتحكم فيه. ممكن من خلال التروجن دوت امر كده اقول له بنج على الراجل ده، فهو بيبنج عليه، او اقول له سكان عليه فيسكان عليه فيديني تيجي الانفورميشن هنا، فاخش انا اخدها بكل سهوله. ما هو ده، ما ده زومبي ليا بتحكم فيه، اسمها اي دي سكان. فده لو حاول تشوف مين اللي عمل عليه سكان مش هيعرف. طيب تعال نشوف بعض التولز اللي ممكن نستخدمها. حاجة اسمها ان ماب، تولز يعني شهيرة جدا اسمها ايه، ان ماب. طيب على الجهاز التاني ما يقوم، تعال نشوف ال ان ماب اللي موجودة اللي هي على الباك تراك. ايه الباك تراك دوت؟ تقريبا اتكلمنا عنها ومش فاكر. الباك تراك دوت نسخة كلها اصلا بتتكلم عن الهاكرز، نسخة لينكس بتتكلم كلها فيها التولز الخاصة بالهاكرز بتاع كل حاجة. دي ليها سيرتيفيكت لوحديها، ده اصلا الكورس ما بيتكلمش في اي حاجة خالص في الباك تراك، تمام؟ بس دي حاجة احنا قدشنا بنشرحها. طيب انت بتسطبها عادي، لما بتسطبها يعني هتشوفها بعد كده احنا بنتكلم عليها بنسطبها ازاي. الباسورد هنا اسمها روت، تمام، واليوزر نيم اسمه روت، والباسورد عكسها تور، تي او او ار، تمام. هيفتح لك كده. طب انت هي كلها كوماند؟ لا، عشان تشوف الجرافيكال يوزر انترفيس قول له ستارت اكس. في باك تراك فيرجن 4 ودي فيرجن 5 اللي هي احدث حاجه. طيب الجهاز ده ام اهو، هنحاول واحنا ماشيين يعني نبدأ ناخد شوية حاجات كده من ال من الباك تراك يعني. طيب تمام، اجي هنا ده ال ان ماب، اقول له مثلا اعمل لي سكان على الاي بي ادرس ده اللي هو 135 بي سي الموجود معانا، واقول له سكان. في كوماند هنا ليه كتير جدا يعني، انت ممكن تسيرش على النت يعني، هي كشورت كات يعني. خلاص تعالى ده بيسكان اهو، ده الباك تراك. لو جيت هنا في ابلكيشن باك تراك بتلاقي تولز كتير جدا، ادفانسد تولز هاكر يعني الهاكرز الصح هو بيشتغل بلاك تراك كله، تمام. اقول له information gathering network analyzer، هنلاقي حاجة اسمها network scanners، هنلاقي حاجة خالص تحت اسمها ان ماب. انا بسكان على الجهاز ده لسه بيسكان اهو، تمام. هيبدأ يجيب لي بقى ايه البورتات المفتحة عنده، الماك ادرس بتاعه ايه، السيستم الموجود عنده ايه، تمام. الباك تراك يعني هو مش صعب، بس انت يعني تبقى فاهم لينكس يعني، عشان كده قلنا اقل حاجه معاك ريد هات اسينشال، تمام. هنا يعني في يعني بيشرح لك ايه ده ممكن تستخدمه ازاي. والله مثلا لو انا عاوز اعمل سكان على الرينج اللي انا فيه كله، يعني مثلا
من اذكى مثلا على صدمة معينة، ممكن اقول له ان ماب سبيس دبل داش، اقول له اوبن، يعني هسكان على رينج كامل سبيس، واقول له الرينج بتاعي كام، 100 كده صفر على كام، على 24 كلاس سي، واقول له انت. هيبدأ ياخد وقته شوية، هيطول شوية، وبعد كده ايه هنجيله تاني. ده لسه برضه بيسكان اهو، بيشوف بيطلع كل حاجة في الجهاز ده. تمام، في الموديولز اللي بعد ده بيتكلم عن الانيوميشن، وال بيتكلم على السيرفيس اللي شغالة في النتورك قد ايه ممكن استخدمها واسكان بيها. يعني هو انا شايف الموديول ده ملوش اي اهمية تماما، ليه؟ لان بعض السيرفيس اللي هو بيتكلم عليها دي مش بتبقى شغالة، يعني محدش بيشغلها في النتورك، عشان عارف ان هي ممكن يعني حاجة زي اس ان ام بي ده بروتوكول، محدش بيشغله، لان عارفين ان الهاكرز بيستغلوه بشكل فظيع جدا. فالميديولز كله اصلا ما يتكلمش الا في 10 دقايق، فهنحاول برضه نسجله فيديو كده ونحطه يعني. بس انت اهم حاجه تبقى تفهم السكاننج. تمام، احنا الكورس كله يا جماعه مش بنتكلم على ان احنا نبقى هاكرز محترفين، لا، انت بتاخد كونسبت، تفهم يعني ايه سكان، تفهم يعني ايه فود برينتنج، تفهم يعني ايه تروجن، يعني ايه فيروسز، يعني ايه ورم، يعني ايه الكلام ده كله. انت بتاخد انترودكشن سي اتش، مش ادفانسد كورس هاكرز. يعني ده الكورس كله بيتكلم عن انترودكشن، وكورس جميل يعني، مش راضي تاخده عشان تبقى هاكرز، لا، انت ممكن تاخده عشان تحمي الشركه بتاعتك، تبقى فاهم، تبقى قاعد كده في النتورك فاهم الدنيا عندك ماشيه ازاي. هنا مثلا توبولوجي بيقول لي والله انت اهو الجهاز متوصل جنبيك على طول. تمام، تعالى بقى نشوف هو اداني ايه كده. بيقول لي والله دي البورتات اللي انا عملت سكان ولقيتها مفتوحه. خلاص، عملت سكان الساعة كذا، اخدتها 3 دقايق تقريبا، الاي بي ادريس اهو، في 6 سيرفرز شغالين عليه. تمام، ايه تاني شغال عنده؟ وقال لي خلي بالك ده كمان الراجل دوت مفتوح عنده بورت 80 خلاص، ده اتش تي تي بي، وعنده اباتشي سيرفر. فعلا الراجل هناك ده عنده اباتشي وعنده اكزامبل كمان، وعنده ماي سيكوال، بالظبط، نازل هناك بي اتش بي. تمام، كل ده موجود هناك فعلا. تمام، اهو الاكزامبل اهو، خلاص كل دي، بص يعني فلانابيتش زي الفل. بيقول لك مايكروسوفت ويندوز، يعني الار بي سي سيرفيس اللي جابها لي، او اباتشي، والفيرجن بتاعه كمان، دي مهم، بتبقى مهمه جدا الحاجات دي. خلاص، وبورت 445 على تي سي بي موجود مايكروسوفت. والله بيقول لك ده الجهاز اللي هناك دوت مايكروسوفت ويندوز اكس بي. تمام، والماك ادرس بتاع الجهاز اللي هناك دوت اهو، ماك ادرس. جاب لي الماك ادرس. طب انا ممكن اجيب الماك ادرس ازاي؟ ده انت اصلا لو بنكت كده على اي حد، بينج الاي بي ادرس بتاعه. تمام، لو قلت له داش ايه ده بروتوكول، بروتوكول، هتلاقي ايه 35 الماك ادرس بتاعه 2 سي 4 سي، صح كده اهو، مظبوط اهو. مش متاكد، تعالى نشوف، نشوفها ازاي. والله لو جيت له هنا وقلت له سي ام دي، قلت له جيت ماك، سوري مفيش سبيس، او قلت له اي بي كونفيج سيرش اول، او جيت هنا حتى هلاقي في ديتيلز حاجه اسمها فيزيكال ادرس اهو، خلاص اهو. تمام، ممكن اغير الماك ادرس ده بعد كده، اعمل حاجه اسمها ماك سبوفنج. تمام، انفورميشن كتيره جدا جابها لي، والله المكنه اسمها سي اتش 2 بالملي سكند، النيم بتاعها النت بايوس نيم. خلاص، بص انفورميشن كتيره جدا، مكنه اكس بي ويندوز 2000 لان مانجر، النيم سي اتش، سي اتش ده اللي هي الورك ستيشن، الورك جروب اللي هي فيها. خلاص، ده اسم الورك ستيشن او الكمبيوتر، نيم سي اتش 2. تمام، سيستم تايم، الوقت عنده عامل ازاي، كل حاجه. تمام، انفورميشن كتير جدا جابها لي الان ماب، برنامج ده رائع جدا يعني. طيب، شكرا ليك، تعال نشوف الان ماب بقى الادفانسد، مش سكان ولا ايه؟
field resource field. You cannot use mask and travel. طيب ممكن يكون هو واخد نفس ال IP address. طيب احنا ممكن نعمل عشان اعرف هو واخد IP address من نفس الرينج ولا لا. واخد نفس الرينج اهو، ياخد 130. شغال معاه بيرابلاي عليا اهو. طيب تعال نجرب تاني كده، يا ممكن بس يعني عشان في ام ويفا بتهيج شوية. طيب احنا كده ايه، ان ماب تمام سبيس اوبن سبيس 150 تمام، هياخد وقته برضه ايه ويجيبها. طبعا في حاجات كتير جدا يعني. تمام، في مشكلة شايف دي. كده تمام مظبوط. طيب على ما يزولف وكده هو هيسكان على النتورك، على النتورك ادرس دي كلها. تعال نشوف الستايل تاني بنتكلم في ايه. في تولز اسمها نت سكان موجودة، يعني في تولز كتير طبعا بس احلاهم ان ماب. هنا في ورنينج، خلي بالك في سايتات ما تحاولش تعمل عليها سكاننج، في مواقع واي بيهات ما تحاولش تعمل عليها سكاننج عشان دي بتبقى محظوره دوليا ان حد يعمل عليها سكان. عشان لو كنت انت قريت اللوز بتاعت اللو بتاعت السي اتش هتلاقي فيها خطوره عليك. طيب عندي حاجه اسمها البانا جابنج. ايه البانا جابنج دوت؟ انت عارف في بعض السايتس تقريبا احنا اتكلمنا عنها في الفود برينتنج، في بعض السايتس ما بتبقى عامل حاجه اسمها بانر جايب. عارف انت الناس اللي فاهمه ام سي اي تي بي وام سي اس اي، في حاجه اسمها تي ام جي، ده فاير وول رز، حاجه اسمها ايزا قبليه. بيسبورت حاجه اسمها بانر جابنج. يعني ايه بقى؟ يعني انا عندي ويب سايت جوه في الانترنال، فالويب سايت اللي في الانترنال دوت الناس بتاكسس عليه بقى سواء اف تي بي مثلا او اس ام تي بي او بوب سوري او اتش تي بي وهكذا يعني. تمام. طيب الناس دي وهي بتاكسس عليه مش ممكن حد يعمل سكاننج ويعرف انفورميشن. فالبانر جابنج دي انا ممكن اخفي اسم السيرفر، ممكن اخفي ان هو مثلا هو اي اس، لا ممكن اخليه اباتش، اخفي الحاجات دي كلها فبحس ان محدش يعرف. ففي تولز هنا اسمها اي دي سيرف او هيرك، تولز بتسكان بيها عادي خالص. تحط اسم السايت هنا مثلا سي اتش تي تي بي نقطتين اتنين سلاش 192 162 دوت 135، ممكن يعني نسكان عليه ده بس اللي هو الجهاز التاني اللي هو سي اتش 2 ده على اصلا ويب سايت. تمام. فبيجيب لك شويه انفورميشن، ادفانسد انفورميشن شويه. لو حد عمل بانر جابنج او حاجه فبيبدا ايه يحاول يديتكت لك اكتر. والله بص جاب لك ايه، قال لك الفيرجن بتاعه ده عنده اباتش. دي انفورميشن مهمه جدا انت عارفها يعني. خلاص ويندوز 32 مش عارف ايه اوبن اس اس ال عنده شغال وعنده بي اتش بي. خلاص وكمان عرفت ان هو منزله على اكزام. انفورميشن كتير اهي. تمام. حاجات كتير عرفت اوصل لها. ده بيحاول يجيب لك الانفورميشن يعني الاقرب حاجه. فانت في فيرجنات منه بتنزل جديده دايما تحاول تجيبها يعني. طيب ده فكره الايه البانر جرابنج. في ممكن تسكان بالنت كرافت دوت ده على ويب سايت عملناه قبل كده. طيب في عندي حاجه اسمها لان سيرفير. يعني ايه سيرفير؟ يعني يرسم لي النتورك بتاعتي بالاجهزه بالسويتشات بالراوترات مش عارف ايه نتورك عموما. خلاص واديني صور بحيث ان انا اشوف الصور هيبقى كل حاجه واضحه بالنسبه لي. خلاص يعني طلع لي صوره كده عندي جهاز كذا واخد اي بي كذا مش عارف ماك ادريس بتاعه كذا وكلام كده. تعالى مثلا نشوف التولز اللي معانا هنا ايه. فين لان سيرفيور؟ تقريبا احنا اصلا منزلها سولا دي. ايوه هي دي. تمام. بيقول لي الله هطلع لك النتورك بتاعتك اللي هي النتورك اي دي كلها، النتورك ادرس دي كلها. تمام.
هسكان بكل الكلام دوت، ها يعني هيبعت باكيتات بكل دوت عشان يرسيف خلاص. اس ان ام بي انا بقى كده المره الجايه ان شاء الله. المابنج سبيد تبقى سريعه بطيئه مش عارف ايه، فعادي خليها راندوم وقول له مثلا ايه ستارت نتورك ريسكاف. هياخد وقته شويه، هيشوف مين. انا الجهاز بتاعي اسمه مؤمن، الجهاز الادمن ذات نفسي مش الفي ام وير، اسمه مؤمن تمام. هو بيبدأ يسيرش من خلال الوقت. طب الجهاز بيهنك شوية بس يعني هنستحمل، ده لسه يعني هو اصل بيبدأ اسكان على الرينج كاملة، وبيبدأ بقى يقولك ايه عندك اي بي شغال، عندك اي بي مش شغال، عندك مش عارف ايه شغال كده يعني. خلص ده لسه شوية، ده كده خلاص. بص بقى تعالى نتفرج ونفهم ايه الكلام ده. والله انت عندك هنا جهاز اسمه مؤمن، بي سي اسمه مؤمن، كونكتد بجهاز واخد 130. 130 ده عارف اللي هو ايه؟ ها ده الجهاز اللي هو الباك تراك. او في جهاز اسمه سي اتش 1 دوت لوكال لوكال دومين، مش عارف ايه لوكال دومين ده بس يعني عادي يعني انفورميشن زيادة خلاص. سي اتش 1 في سي اتش 2، وفي جهاز ده اللي هو ايه الراوتر اللي بيديك الاي بي ادرس. هو شايف ده 130 عشان ده حاجة unknown يعني بيديك بيديله الشكل ده. ده بالنسبة لي هو الجيت واي بتاعتي يعني. تعال نبص كده اهو، خدت بالك دي الجيت واي اللي هي بتاعت الفي ام وير يعني. فانت هكذا بيبدا يديك ايه سيرفي اسمه نتورك سيرفي، بيديك سيرفي عن كل حاجه. في ادفانس تولز من دي بس دي تويل مش هتشتغل معاك قوي. بيبدا يديك بقى جروبس ايه هي انفورميشن بقى، لو في اكتيف دايركتوري دومينز تمام بيديك انفورميشن زياده، وفي فويب كمان يعني بس بتشتغل في الفويب الناس بتاعت سي سي ان اي وسي سي ان اي فويب تمام. الاي بي راوتر ايه هي، حاجات كتير. ده ممكن كمان يطلع لك الايه الماك ادرس، يطلع لك حاجات كتير قوي. ممكن تعمل معاه تلنت ستارت اس اس اتش كلاينت خلاص، تقاده في جروب معينة عندك انت بتوع البرنامج يعني، تعمل له شوت داون. طب تعالى نجرب كده يعني، انا عمري ما عملتها. بس تعالى مثلا على جهاز زي ده، ولو اني ما اعتقدش ريستارت ماشي ناو مش من حق. متاخدش تماما يعني استحالة تمام، بس هو اوبشن انا مش عارف هو ليه موجود. استوي البرنامج ده بتستخدم فعلا، كنت لسه هقولك كده. ممكن تكون بتستخدم حاجة بتاعت ريموت، ريموت عليه مثلا ريموت ديسك توب. يعني هي اوبشنال كلها تمام. ده الجهاز الادمن اللي هو الجهاز اللي عليه اصلا فيزيكال يعني تمام. ده النتورك ايه سيرفي. في تولز طبعا كتير ممكن تسيفها في الاخر، الماب دي طلعها في شكل معين كده. في حاجه اسمها تور بروكسيز او تور بروكسي. انت ممكن عشان تهاك حد يعني هنتكلم عليها بعدين دي، انا عاوز اهاك حد معين. طب ايه الفرق بين البروكسي والجيت واي؟ ها ايه الفرق بين الاثنين؟ البروكسي دوت طب يعني ايه الفرق بين ان انا احط بروكسي مثلا يعني مثلا لو جينا فتحنا كده، انا ممكن اجي هنا احط جيت واي صح؟ جيت واي بتطلعني نت، وفي نفس الوقت برضو انا ممكن احط حاجه اسمها بروكسي بيطلعني نت. طب ايه الفرق؟ وساعات لما يبقى في سايت مقفول ولا حاجه بقوم ايه اكتب في جوجل بروكسي ليست صح، واجي في اوبشن هنا في ادفانسد في نتورك في سيتنج اقول له ايه مانوال بروكسي، واقوم حاطه هنا واحط البورت نمبر بتاعه. ايه طب ده والله الاثنين بيطلعوا بيطلعوك نت. بس الفرق بين البروكسي سيرفر والجيت واي يعني هو فرق شاسع شويه يعني. هو الاثنين بيطلعوا نت، بس البروكسي مش بيحتاج تحط له جيت واي عندك هنا على الجهاز، ولا بيحتاج تحط له دي ان اس. ليه؟ لان انت بتطلع على النت من خلال سيرفر تاني، السيرفر ده عنده سيرفيس بتاعت الانترنت بيطلعك من خلالها، بيعمل لك فلتريشن، بيطلعك على ويبس على مواقع معينه ومواقع لا على حسب انت. طبعا بنستخدم بروكسي فري بيطلع كل حاجه،
وبتطلع بالاي بي ادرس بتاعه هو، يعني انت فاهمني، بتطلع بايه، بالاي بي ادرس بتاعه هو مش بتاعك انت. يعني لما لو عملت هاكينج على حد، انهي اي بي ادرس اللي بيبان، الاي بي ادرس بتاع الراوتر انت طالع بيه صح. نفس الكلام لو انت طلعت عملت هيك على حد، الاي بي ادرس اللي بيبان الاي بي ادرس بتاع البروكسي. فالحته بقى اللي بنتكلم عليها، وخلي بالك في حاجه، في حاجه اسمها السنيفنج. السنيفنج ما بيبانش فيه لو انت طالع بروكسي، هيبقى صعب تعمل السنيفنج على الجهاز اللي طالع بروكسي، يعني لما نيجي هنبقى نتكلم فيها. فهنا انا طالع، انا هنا راجل داخل من بروكسي على بروكسي على بروكسي وهكذا، وفي الاخر رحت عملت هاكينج، فدي اسمها ايه، تور. خلاص، فالراجل ده لو حب بقى يتراك عليا، يشوف بقى مين بقى اللي عمل عليك، هيلاقي ده يمسك في ده يقول له انت مين، انت عملت عليك في الوقت الفلاني في الساعه الفلانيه في الثانيه الفلانيه، يقول لا ده فلان هو اللي عدى من عندي في الوقت دوت بالاي بي ده، فيقوم داخل له من هنا، هيلاقي واحد ده وقت طويل جدا وبيدفع فلوس بقى عند كل واحد من ده. تمام، فدي التو انت بتعدي من اكتر من واحد. اي بي اي بي ادرس سبوفنج، اي بي ادرس سبوفنج دي بكل اختصار يعني ان انا باخد الاي بي ادرس بتاع حد معين بيبعت له شغل. يعني مثلا محمد ده بيبعت له واخد اي بي 192.168.1.20 مثلا، وانا واخد 1.5. فانا عارف ان 1.20 ده دايما الناس بتبعت له شغل، دايما الناس ايه بتبعت له شغل، او هو عنده في شير ديفولت اسمه شير مثلا، فالناس بتحط فيه الشغل على طول وهو بيبدا يعمل له كات ياخده على طول عنده. فانا ممكن اعمل ابنج عليه او اوقعه، اعمل دينايل اوف سيرفيس دوس، اقوم موقعه الاي بي ادرس اللي هو 21 ده، وابدا اخد انا الاي بي ادرس ده عشان ما يعملش كونفليكت طبعا. وكل ما يقوم اوقعه عادي مفيش مشكله، احط له فيروس احط له اي حاجه، بس المهم جهازه يبقى فصل عن النتورك. فلما الناس تحط الشغل بتاعه ده يوصل لنا، ده اسمه اي بي سبوفنج. في حاجه اسمها ميل سبوفنج، ان انا ابعت ميل بانتقال شخصيه من حد تاني، يعني هنتكلم عليها. في حاجه اسمها اب بويزنج او اب سبوفنج او ماك سبوفنج. تمام، كل الكلام ده هنبقى يعني هيوضح اكتر ان شاء الله. تعالى بس نشوف دي اخر حاجه عشان احنا كده ايه، يعني تعالى نبص. هو عمل سكان على السيرفرات الاكتف اللي معاه في النتورك، لقى ان حاجه هنا مثلا 2 ده اللي هو الجيت واي زي ما قلنا، طبعا ولا هيعنيني في شيء. 132 ده اللي هو الجهاز ال CH1 عليه ماي سيكوال، خلاص. والماك ادرس بتاعه اهو، ما هو في ام وير نوع الماك ادرس بتاعه. ال ماب سكان ريبورت اللي طلعه لي نفس الكلام. انت ممكن تطلع ادفانسد على فكره، تطلع حاجات اكتر. عنده ماي سيكوال تمام، وشغال اتش تي بي مفتوح، عنده اتش تي بي اس خلاص، و اتش تي بي بوت 80. طبعا في حاجات اكتر في الان ماب كتير جدا، انفو شايف يعني بيديك انفورميشن، شوف انت عايز تعمل ايه اصلا. تمام، طبعا الباك تراك ده مش كورس، ده مش ضمن الكورس تماما، يعني عمرك ما هتلاقيه اصلا في ما بيتكلمش عنه خالص سي اتش. بس يعني حاول يعني ناخد تولز منه 2 3 كده، الحاجات المهمه. يعني مثلا حاجه زي الوايرلس، الوايرلس كله مش هشتغل بتولز انا عاديه خالص بتاعت ويندوز دي، لا هشتغل بالتولز بتاعت الباك تراك دي، اقوى بكتير جدا. الباك بتاع الباك تراك قوي جدا. تمام، طيب يبقى احنا كده يعني الحمد لله. خدنا السكاننج طيب، فهمنا وعملنا بينج وشفنا البورتات المفتوحه ايه وبنج سويب، وخدنا التي سي بي كوميونيكيشن فلاجز، وخدنا البانل جرابنج، فهمنا الكونسبت بتاعه. كل ده بنتكلم على كونسبت يا جماعه، احنا لسه ما عملناش هاكينج على اي حاجه خالص. لان سيرفي تمام، اطلع شكل النتورك بتاعتي عامله ازاي، التور بروكسي تمام، وفي الاخر خالص يعني ايه دي، يعني ايه اي بي سبوفنج. تمام، ده الميديول 3. طبعا الميديول اللي بعد كده الميديول 4 ملوش اهميه قوي، بس يعني ايه هنتكلم عليه، يعني نادرا جدا لما هتستخدمها في فيزيكال يعني حقيقيه في الريال لايف مش هتستخدمها كتير قوي. تمام، بس هنحاول نتكلم عليها ان شاء الله. يعني السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.